وصلت بعد ظهر اليوم بعثة سيدات فريق الرياضة لكرة السلة إلى بيروت ومعهم كأس أندية غرب آسيا يلي رح يدخل لأول مرة إلى خزائن النادي البيروتي بعد ما عادت اللاعبات من الأردن بأربع انتصارات من أربع مباريات. بتعرفي لأنه المنطقة شوي عم تمرق بظروف صعبة، سو بركي إيران ما قدرت تشارك، ما بعرف ليش، مع إنه كنا متوقعين إيران يشاركوا. لعبنا أربع جيمات، اثنين منهم كانوا إذا بدك شوي صعبين واثنين سهلين. والبحث بس 3 بوينتر أكيد مش بجهد individual يعني، it was teamwork، ولو عن جد مش الفريق عم يلعب بهالروح القتالية وهالوان سبيريت ما كنت قدرت أخذها. هالإنجاز الجديد قد يحث المعنيين على الاهتمام أكثر بكرة السلة النسائية وتسليط الضوء عليها بشكل أكبر بالسنوات المقبلة. لازم يكون عندنا اهتمام اكيد نحن كاتحاد اكبر بالسيدات، وان شاء الله السنه الجايه لازم ندخل العامل الاجنبي، لانه بفتكر في عندنا انديه وعندنا بوتنشل انه نقدر نعمل ليج بلبنان ونكون منها منتخب سيدات كثير كبير. اكيد هذا بيورجي انه في مستوى منيح للسله بلبنان عربيا، واكيد بنتمنى من الاتحاد انه عن جد يعمل يضوي اكثر على اللعبه، وان شاء الله السنه الجايه يكون في اجانب لانه وي نيد ذات بوش. اكيد ما فينا الا ما نهديه لكل لبنان، نحن اليوم ربحنا باسم لبنان، وخاصه لكل النساء اللبنانيه اللي بحبوا رياضه واللي حاسين انه يمكن ما عم بنعطاهم مجال هالمبدعين انه يقدروا يحققوا القاب للبنان. اذا انجاز جديد بتحققه سيدات نادي الرياضه بعد ما سبق وعادوا من مصر بلقب بطوله الانديه العربيه بتشرين الاول الماضي، ليشكل هالامر دفعه معنويه كبيره للفريق للسير على الخطى السليمه نحو الاحتفاظ بلقب بطوله لبنان مع الاقتراب من مرحله الفاينل فور.